فقرتنا مميزة جدا زينب، رح نحكي عن العزيمة. بعزيمة المقاتل السورية يعانق البطل معا أسعد المجد ويحصل ويحصد الميدالية البرونزية الأولمبية الأولى له والرابعة عبر تاريخ سوريا معا ابن مدينة سلحب الذي طالها الإرهاب، وزاده ذلك عزيمة وإصرار لرفع راية سوريا عالية. خلينا اليوم بدنا نرحب أكيد بالبطل معنا أسعد، وأيضا المدرب غيس أسعد، ولكن رح نروح لنشوف هالمادة التالية ونرجع مع الأبطال. أنا رايح لورجي كل الكرة الأرضية من هنون السوريين. Cyprian Arab Republic. دوم ميداليستو سيريا عربي كواكوك. مان أسار. أنا رايح لورجي كل الكرة الأرضية من هنون السوريين. يعني يسعد صباحكم وإن شاء الله ألف مبروك يا معن، وأكيد نقول لغيثة أخوك اللي كمان أشرف على تدريبك وكان معك خلال هي الفترة، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، ونحن كتير فخورين فيك. صباح الخير وصباح النصر وصباح التفاؤل والابتسامة الحلوة. أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية معا خلينا نحكي أول شيء عن المنافسة اللي صارت بطوكيو، بعدين بنحكي عن التفاصيل قبل وبعد. دائما البطولات العادية مثل مثلا بطولة العرب بطولة آسيا بيكون فيها منافسة، بس مو مثل الدورات. دائما الدورات بيكون المنافسة على شدة، لأنه الواحد بيحضر كل 4 سنين ليخوض المنافسات. فالى خاصية يعني الأولمبياد إلى خصوصية صحيح. لأنه هي أكبر محفل دولي بالعالم، فكل اللعيبة بتكون جاهزة وهي لاعبة المحطات المشاركة بالمحطات المؤهلة للأولمبياد، فكل بطل بده يكون جاهز على أعلى مستوى لحتى يقدر يشارك بهيك بطولة ويقدر ينافس على وسام أولمبي. نعم. فأكيد بتكون المنافسة فيها يعني الواحد مثل حرب، فيك تقولي حرب رياضية. صحيح، ونحن بده يكسب بده يكسب. طبعا طبعا صحيح. يعني هيك رغم الضغوط والظروف اللي عم نعيشها، بس قديش نحن هلا مبسوطين قاعدين مع حدا يمكن هيك بيقولوا فشلنا قلبنا او حقق شيء يعني بيمثل كل سوري شريف. غيس خلينا كمان نحكي معك، يعني حضرتك انت مدربه لاخوك واكيد لك فضل بهذا الموضوع، احكي لنا هيك شوي. اكيد الاخوه جزء دم واحد، بس خلينا نحكي عن التدريب، نحكي عن منح التدريب. اول شيء يسعد صباحكم، يسعد صباح الشعب السوري الصامد القوي، واكيد هذا الانجاز اجى نتيجه تحضيرات طويله. ونحن بالاولمبياد مثل ما بنعرف في عندنا نحن 3 سنين كانت فيها 6 محطات تأهيلية، نحن اضطرينا انه نجتهد ونشتغل حالنا لحتى نجيب نتائج مميزة لحتى نتأهل، لانه مثل ما بنعرف هذا المحفل بيصير كل 4 سنين مرة. نعم. فضروري نحقق نتائج مميزة لحتى يكون ضمن ال14 الافضل في العالم. فنحن فتنا بمنافسة قوية، كان افضل 14 رباع على وجه الكرة الارضية، كان بحد ذاته تحدي لحتى نوصل لهي البطولة ونحصل على بطاقة التأهيل. واخر شيء مثل ما قال معنا نحن يعني الشعب السوري رغم هالظروف وهالضغوطات اللي عم تمر علينا فرحتوا لنا قلبنا، يعني بال10 سنين احنا عانينا، ما ضل شيء ضغط في الدنيا غير اللي مر على الشعب السوري. صح. ووقفت اكثر من 200 دولة ضدنا وحاولوا يغيروا العلم، حاولوا يغيروا له، فنحن لا اصرينا لازم نكون موجودين وعلمنا السوري موجود ونرفعه بالمنافسة. يعني نعم. نحن بالبطولة كان معانا بالجروب الثاني الأمريكي والبريطاني ومثل ما شفتوا دول عظمى،
ففرجيناهم أن السوري موجود وقادر ينافس وقادر يتغلب عليهم. صحيح. صحيح. الحمد لله اجى تتويج اكيد تضافر جهود كامله من الاتحاد الرياضي بقياده الاستاذ فراس معلا والاتحاد رفع الاثقال والمحبين اكيد والدعم اللي شفناه الدعم الجماهيري من الشعب والمحبه اكيد كلياته ساهم لحتى نوصل للانجاز المميز التاريخي. نعم يعني معا لما صارت لحظه الفوز والتتويج خلينا نقول كل السوريين على كافة امتداد جغرافيا سوريا حتى المغتربين كانت البوستات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لما رفعت صورة أخوك الشهيد الله يرحمه إضافة للعلم السوري بالأولمبياد. يعني هي الرسالة إنه نحن هذا الشعب اللي ضحى واليوم عم نرفع العلم السوري بهي المنابر لحتى نقول إنه سوريا موجودة بالمحافل الرياضية بالفن بالثقافة. قد اليوم خلينا نحكي هذا الشيء كان هي اللحظة إنك ترفع صورة أخوك الشهيد بهذا المحفل كانت لحظة مؤثرة عند الشعب لأنك لامست عدة طبقات من الشعب السوري. صحيح. بالنسبة لرفع الصورة هذا كان وعد. أنا كنت أنت شو وعد قبل ما تروح على الأولمبياد؟ مو قبل ما أروح على الأولمبياد قبل أنا من يوم اللي استشهد أخي الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء وعدت أنه أنا هذا الوسام الأولمبي رح يكون هدية لروح أخي قاسم ولروح كل شهيد لأنه بالنسبة لي كل الشهداء هنهم قاسم فهذا قسمنا أنا والكابتن قيس أنه أنا رح يعني رح أكيد رح أحقق هذا الإنجاز هذا الوسام التاريخي ما رح يكون الهدية طبعا الشهادة هي أسمى وأكبر بكثير بس يليق بالشهادة الوسام يكون تاريخي مو أي بطولة تانية. مثل ما بيقولوا وعدت ووفيت وإن شاء الله يعني حققت هذا الوعد والقسم أنجزته. يعني خلينا نحكي أيضا معكم عائلة أبطال يعني أيضا عائلة أبطال بيقولوا فرخ البطاوة عن جد هيك نحكي عن والدك الله يطول بعمره يا رب. الله يسلمك خزيبي ويخليك أهلك. والدي نحن مثل ما بتعرفوا بضيعة بسهل الغاب اسمه حورات عمورين فنحن منطقة زراعية. والدي حب الرياضة هو أول حدا بجوز بالمنطقة اتجه نحو هالاتجاه فلعب لعبة كمال الأجسام كان مميز فيها فوصل مرحلة على مستوى بطولة الجمهورية بس الظروف المادية ما ساعدته أنه يكمل فلما كون أسرة والله رزقه أربع شباب فهو حب أنه يحقق حلمه فيهم فاتجهنا نحن أول شيء كنا برياضة الكاراتيه بعدين نلعب كمال أجسام مثل والد بعدين انتقلنا على رفع الأثقال أول واحد مشيت أنا بالخط بعدين لحقني المرحوم قاسم الله يرحمه ويرحم شهداء سوريا جميع والبطل مناف والبطل معن فمشينا برفع الأثقال فبعد فترة قصيرة مناف اتجه نحو الملاكمة فوصلنا أنا وصلت بطولات عرب وآسيا وكان تصنيف خامس عالم والمرحوم قاسم بطل عرب وآسيا برفع الأثقال ومناف بطل عرب وآسيا وثاني عالم إسلامي ما شاء الله بالملاكمة وآخر شيء توج البطل معن على مستوى الأولمبي. أكيد يعني هذا إنجاز كتير مهم لكم حتى كعائلة اليوم فيها هالشباب وهالطموح يمكن مثل ما حكينا كمان معن خبرنا يعني أنت كمان كان في عندك إصابة بالكتف صحيح احكي لنا يعني مع غيث مع الكابتن غيث مثل ما قلت له اخوك كيف كيف كانت القصه هل اثرت عليك على ادائك ولا لا انت زدت اصرار انه انا لو في اصابه بدي احقق هدفي. انا قبل 3 شهور شاركت ببطوله اسيا باوزبكستان بطشقند كانت اخر المحطات الاولمبيه واهمها فسجلت اعلى مجموعه بتاريخ سوريا كانت 433 كيلو. بعد ما رجعت من البطوله فقررنا انا والكابتن اني انا لازم اشتغل على مثلا نقاط الضعف بالجسم يلي هن بيطوروا رقمي لازم ركز عليهم واشتغل فكانوا الاكتاف انا لازم ركز عليهم صحيح ركزنا عليهم واشتغلنا اجت الاصابه بكتفي الايمن قبل الاولمبياد شهرين ونص تقريبا يعني فاكيد اثر على مستواي الفني وعانيت ليش لانه انا بعد اسيا صار في استقبال بالمنطقه صار في كلام انه معنا عم يتقدم بالارقام معنا سجل اعلى مجموعه فهذا كان شيء ضغطني فيك تقولي ليش لانه انا ما بدي اتراجع
وخصوصا قبل الاولمبياد، يعني الاولمبياد وكل اللعيبه رح يكونوا جاهزين على اعلى مستوى، فاثر علي وخلاني اكون مصر اكثر. صح اثر علي نفسيا وبالتمرين، انا ارجع من التمرين انه يكون في وجع بسيط، بس بدي رح ارجع مره ثانيه اشكر الاستاذ محسن غازي عضو مجلس الشعب، هو اللي كان سبب انه يحكي مع دكتور معين، دكتور طبعا بوجه له تحيه دكتور هادي مشهدية. هنن قبل الاولمبياد تقريبا الشهر اجى لعندي وصرنا نشتغل على الاصابه. انا من اول جلسه حسيت انه الاصابه بلشت، يعني وصرت اتعامل. نحن حاولنا انه نتعامل مع الاصابه لحتى نقدر نتخطاها او اقدر اتمرن مع الوازي، يعني بين نعم. الاصابه بحيث ما تتفاقم، فقدرت اني اوصل للاولمبياد وقدرت اني يلي كان عم يشوفني بالرفع كان عم يقول انه شافوني قالوا لي انه انت كنت خايف، قلت لهم لا، ليش بدي اخاف من ما انا يعني مشارك باولمبياد ريو دي جانيرو مشارك، فقالوا لي شو السبب انه انت كنت مانك مثل البطوله الماضيه مسؤولين، يعني شافوني البطوله الماضيه انا بس طالع بكل ثقه وبدي ارفع الحديد تمام، بس بالاولمبياد الوضع مختلف، انا عندي اصابه جسمي جاهز بس عندي اصابه، فكنت بقمه يعني كنت باعلى تركيز، كنت بقمه تركيزي لحتى انا ما اخسر ولا رفع. قد ايه رفعت؟ رفعت 234 ورفعت 197 خطف، انه خط اول حكام بسبب خطا معين، يعني هي بتتمشى بس انه خطاوها، سجلت 190 يعني ما شاء الله. يعني بيقولوا سوريا ولاده للابطال وللمبدعين، وشهدنا بمحافل الرياضه وبمحافل ايضا العلميه والاولمبياد العلمي، ولكن كسوري معا انت كنت البطل السوري يلي امام كثير من العالم وراهنوا انه نحن كسوريين عنا حرب وعنا دمار وعنا حرب هلا اقتصاديه، انه ما رح يطلع من امرنا شيء بس طلع من امرنا كل شيء، فشو بدنا نوجه من هون من رساله؟ يعني عن جد كانوا مراهنين، دائما بيقولوا انه السوريين لسه عم يقدموا، لسه بدهم يطلعوا ابطال، انه قدرانين نحن، ايه قدرانين، وليكن النماذج يعني امامكم، فقديش اليوم الرساله صارت واضحه وجليه. يعني انا خبرتهم قبل ما اطلع على الاولمبياد، قلت لهم رح ورجي كل الكرة الأرضية من هنا السوريين، رح ورجي كل الكرة الأرضية من هنا السوريين طبعا ثقة بالله الواحد الأحد، أني أنا واثق بالله سبحانه وتعالى أنه ما رح يضيع لي تعب، أنا واثق بحالي، واثق بجسمي، واثق بالشغل اللي اشتغلناه أنا والكوتش، واثق بدعم الأستاذ فراس معلا، الدعم المعنوي، الدعم تحية طبعا ما قصر ولا بأي شكل من الأشكال. فبدي اوجه لكل العالم انه نحن بصمنا باعلى محفل دولي، ونحن السنه الجايه رح نبصم بالدوره الاسيويه ودوره العاب البحر الابيض المتوسط وبكل الدورات، ورح نكون بباريس ان شاء الله جاهزين. طبعا مو بس بالرياضه، نحن سوريا تاريخ قبلي انا في انجازات كثير كبيره في يعني بكل المجالات، سوريا يعني مهد الحضارات، وسوريا ام الابطال، وسوريا يعني باي مجال هي موجوده على مستوى العالم ومستوى الكون طبعا كله. نعم كابتن قيس، كمان خلينا نحكي اليوم شوي، هل في يمكن مقاييس او معايير معينه لبطوله كمال الاجسام خاصه بسوريا؟ عم نلاقي كثير اتجاه للشباب السوري لحتى يفوتوا على هذا المجال بكمال الاجسام بالملاكمه مثل ما حكيت مثل اخوك، يعني هي الالعاب اللي هي مشهوره عالميا اليوم بسوريا عم تنتشر بين الشباب السوري، هل في معايير معينة للمشاركة بمسابقات دولية أو الأولمبياد؟ طبعاً هلا نحن عنا الطبيعة وخصوصاً يعني بالريف، فالخامات موجودة، نحن لعبتنا اسمها لعبة رفع الأثقال، نحن لازم يتسلط الضوء على الألعاب الفردية لحتى يعرف المشاهد شو هي لعبة رفع الأثقال. الأغلب الأحيان مثلاً بيشوفنا حدا مثلاً بيفكرنا نحن لعيبة كمال أجسام، انه لعيبه استعراض العضلات، نحن لعبه قوه، لعبه رفع الاثقال اللي بتعتمد تعتمد على اعلى وزن بافضل تكنيك، هي لعبه القوه الانفجاريه او القوه المميزه بالسرعه، فالها خصوصيه عن الالعاب الثانيه. في لعبه القوه البدنيه هي شبيهه
بس تختلف عنا بالتكنيك او طريقه رفع الثقال. لعبه كمال اجسام هي لعبه ثانيه، فنحن لحتى نوصل لابطال على مستوى لازم نبحث على الخامه، مثل ما عن لما شفنا خامه مميزه اللي هي بتميز يعني عضلاته لها خصوصيه بالقوه المميزه بالسرعه بالقوه الانفجاريه. فلما توفقنا بالخامه وبالتدريب الصح والتخطيط الجيد، طبعا ما في بطل بيوصل لهم بطريقه عشوائيه او طريقه لازم يكون في تخطيط على اعلى مستوى. ونحن الحمد لله بمجال التدريب انا بالنسبه لي يعني اتكيت مع مدرب من الاتحاد السوفيتي اوكراني، هو ضلينا تقريبا شي 3 سنين سوا واكتسبت منه خبره كثير كبيره، يعني فكره اكاديميه بالتدريب، فقدرنا نوصل لها النتيجة. طبعا الاساس هو الخامه اللي بتناسب نعم. هاللعبه نعم. يعني عم تحكي هيك عن جد خلينا نقول بمحبه بحب، وايضا مثل ما قلت دائما التدريب ما هو بشيء سهل، بيحتاج لخامه، وايضا طبعا. هيك في اوقات معينه يمكن الابطال وقتهم مو ملكهم، خلينا نقول عندهم يعني مثل ما بيقولوا عندهم فترات مقيدين فيها، حتى وجبات الاكل اللي بتاكلوها مو مثلنا يعني عايشين حياتنا. عن جد يعني كمان خلينا نحكي قديش في معاناة بالتدريب لنحقق نحن النجاح، ما في شيء بيجي بالسهل طبعا. اكيد قولا واحدا اكيد تماما. نحكي شوي هيك كيف كانت تنظيم لوقتك، فطورك مع الكوتش، اوقات التمرين، قدران اليوم؟ لا دائما قدران انت. بالنسبه للتمرين يعني ممكن انا اكون تعبان نفسيا، ممكن جسديا، نعم. خبر الكوتش انا اليوم تعبان، انا ما فيني اليوم، فيلا بيقول لي خلينا نروح على التمرين نجرب نشوف، خيو اليوم على الخفيف، فما بشوف حالي الا انا بلشت حميت ويلا طلعنا 230 200 هي على الخفيف على الخفيف تمام. فدائما اي رياضه بده يوصل لانجاز عالي هو الالتزام اهم نقطه. صحيح الالتزام باي تفصيل بالنسبه للشيء اللي بيتطلب انه انت تضل محافظ على مستواك العالي، بالنسبه للتمرين، بالنسبه للنظام الغذائي، بالنسبه للمكملات الغذائيه، بالنسبه في رياضي ما بتهتم بالاستشفاء بالمثلا الساونا بالشاكوزي بالمساج، هدول من اهم التفاصيل انه الواحد يبقى على مستوى عالي. يعني انا بعرف رياضي بتتمرن بتاكل منيح بس ما بتهتم بهذه الامور، هذه الامور هي التفاصيل. طبعا بالاسبوع انا بتمرن مثلا سبت احد اثنين الثلاثه استراحه، طيب انا اذا ما سويت استشفاء الاثنين والثلاثه شلون بدي يكفي انا اربعه وخميس؟ ما في يعني، اذا الواحد ما اشتغل هدول الامور ما راح يوصل على مستوى عالي يعني. وبالنسبه للغذاء هو رقم واحد تماما، الغذاء هو بنسبه مئويه معينه بيجي قبل التمرين تماما، يعني 75% طبعا تقريبا. طبعا اذا ما تغذيت صح ما راح تتطور من مستواك. نعم. واذا ما الاستشفاء كان مزبوط راح يكون في حلقه بالحلقه لازم تكتمل، ما بصير يكون في شيء ناقص. نعم يعني خلينا نقول انجاز كثير تاريخي لسوريا، حتى لكل شاب سوري، لكل عائله شهيد اليوم عنده اولاد وعدوا وعم بيحاولوا يكون عندهم هالاراده ليوفوا وعدهم. ان كان خليني اخبرك شيء، خبرني على السريع قبل الموجز. انا بالاستقبال اكثر شيء فرحني، يعني كل شيء كان حلو بس اكثر شيء فرحني هن امهات الشهداء يلي كانوا كثير مبسوطين. الف تحيه لامهات الشهداء، الف تحيه طبعا. شفتهم انا يعني انا شفت ولاحظت انه كثير مبسوطين، هذا دليل. انا بشكر الله سبحانه وتعالى انه خلاني اختارني لكون انا سبب للفرحه، وانا سبب انه كل ام اعتبرتني اني انا ابنها. نعم. وعم وصل رساله، فشكرا. نعم. شكرا لله اول شيء سبحانه وتعالى، وشكرا لكم، شكرا اني قدرت اوصل هاي الفرحه. نحن كمان بدورنا كل الشكر لكم لوجودكم معنا اليوم على شاشه الاخباريه السوريه، نوع عائله ابطال، والكوتش قيس كان بطل سابق، ودائما نحن بنفتخر فيكم، نورتوا صباحنا البطل معا والكوتش قيس اسعد، وان شاء الله بمحافل ناخذ الميداليات الذهبيه والخام، تاكدين انه حناخذها ان شاء الله. شكرا كثير. بما انه عندنا هدول الشباب يعني وعندهم هالاراده والتصميم وهي الروح الرياضيه الحلوه، صحيح. انا متاكده انه حيكون انجازات لبعدين كثير مهمه، وبدي اقول لك بالبقلك
للقب البطل، بطل من هذا الزمان خلينا نقول، بالرغم من كل الظروف تحديتها وفعلا رفعت اسم سوريا عاليا، ونحن هذا اللي بنطمح له دائما، ونحن موجودين بقوه. شكرا لكم. شكرا لكم.